بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل مثال على الهيل سايفر. ادي البلين تكست اللي عندنا، اللي قدامنا ده، وعايزين نعمل له انكريبشن باستخدام الهيل سايفر، وبرضه هنتعلم الديكريبشن للنص اللي هنطلعه، ونشوف هنرجع النص الاصلي ولا لا بعد ما نعمل ديكريبشن. خلينا نفتكر الانكريبشن. الانكريبشن كان بيعتمد انك لازم يكون عندك كي. الكي ده عبارة عن سكوير ماتريكس، مصفوفة مربعة حسب بقى انت هيشتغل 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4 وهكذا. فهو مدينا الكي اهوت في المسألة 3 7 5 12. وعشان احسب السايفر تكست احنا هنا شغالين بلوك، هنقسم البلين تكست لمجموعة من الأجزاء، كل جزء بلوك هيبقى عبارة عن حرفين حسب الطول بتاع المصفوفة المربعة. هنضرب الكي في البلين تكست ونراعي في ضرب المصفوفات الترتيب، لازم الكي الاول اضربه بعدين في البلين تكست، والناتج انا شغال كل شغلي مود 26 عشان اضمن ان الناتج يبقى ضمن الحروف الابجديه بتاعتي اللي انا شغال فيه. فخلينا نروح اول خطوه نجيب الجدول بتاع الحروف الابجديه نحطه قدامنا عشان نبدا نعوض كل حرف البوزيشن بتاعه ايه. جبنا الاعداد البوزيشن بتاع الحروف الابجديه احنا هنشتغل عليها من الاي الى الزد. عندك اختيارين، تبدا من صفر او تبدا من واحد زي ما تحب. اهم حاجه لو انت هتبدا من صفر يبقى في الديكريبشن تبدا من صفر، هتبدا من واحد يبقى في الديكريبشن تبدا من واحد، مش هيفرق في حاجه، المهم توحد الطريقه بتاعتك. فانا هنا عاوز اشتغل، هشتغل من صفر، انت عاوز تشتغل من واحد، مش هيفرق في اي حاجه يعني، الطريقه واحده اللي انت تقصر هو قيمه موضع، وفي الاخر احنا شغالين مود 26. يبقى خلينا نروح نعمل الانكريبشن. اول حاجه الانكريبشن بيقول لك ايه، يكون عندك الكي، خلاص عندنا الكي مصفوفه مربعه جاهزه اهي. اروح على البلين تكست، البلين تكست اللي هو مديهولي، هقسمه لقد ايه، اشوف انا عندي هنا المصفوفه دي كام في كام، 2 في 2، يبقى اقسمه هنا الحرفين حرفين، هقسمه لبلوكات كل بلوك طوله حرفين. خلينا ناخد الحرفين حرفين، يبقى هاخد الاتش والاي، ادي اول بلوك. البلوك الثاني هيبقى الار والبي، بعد كده الاي والار، التي والواي، الاي ار، الدي ال، اي واي، دبليو ار، او تي، وهكذا بقى ايا كان طول البلين تكست بتاعك قد ايه. بعد كده ده عباره عن مصفوفه دلوقتي، هعتبره كمصفوف، واشيل كل حرف واحط البوزيشن بتاعه. اشيل كل حرف واحط البوزيشن بتاعه، بس هعمله مصفوفه عموديه، يعني ايه؟ يعني هخلي ده اكنه عمود تحت بعض. الاتش هروح للجدول هنا، اتش قيمته بكام؟ بسبعه، يبقى سبعه، واحط تحت منه الاي، الاي هنا بكام؟ اربعه، يبقى اربعه. بعد كده الار 17 والبي، لحظة بواحد. اتفضل. اي اوكي كويس ممتاز ديت صح؟ دكتور طيب لو انا حطيتها بالمهبط ولا حطيتها بالعرض؟ لا عشان الضرب لازم احطها، احنا ليه هنعملها بالطول؟ عشان لما اجي اضرب دلوقتي الكي، لما اجي اضرب مصفوفات شرط ضرب المصفوفات، لو نتذكر قلنا المره اللي فاتت ان عدد اعمده المصفوفه الاولى بيساوي عدد صفوف المصفوفه الثانيه، فدي المصفوفه الاولى هي الكي، عمدها كام عمود؟ اثنين عمودين اهم، ادي واحد وادي اثنين. طيب هنا كام صف؟ ادي واحد وادي اثنين، يبقى شرط لو انا عملتهم افقي هيبقى فيها صف واحد بس، مش هقدر اضرب. تمام؟ لازم يبقوا تحت بعض عشان الضرب يتحقق. بعد كده الاي والار، الاي عندنا باربعه طبقا للجدول، والار ب 17، التي والواي، التي 19 والواي 24، الاي والار 0 و 17، الدي 3 والال 11، الاي لسه قايلها من شويه ب 4،
والواي لسه برضو عاملينها من شوية 27، و لا 27 ايه، الواي بكام؟ 24، سوري ازاي 27؟ احنا اساسا مود 24، مود 26، ال W 22، وال R 17، ال O 14، واخر حاجة عندنا ال T ب 19. كده بقى عندنا البلين تكست عبارة عن ارقام. يبقى عملنا ايه؟ البلين تكست قسمناه لبلوك، كل بلوك طوله ايه؟ حرفين. ليه حرفين؟ ده حسب الكي اللي عندي. الكي عندي 2 في 2 يبقى البلوك حرفين، الكي ده فات يبقى البلوك 3، واكتبه في صورة مصفوفة عبارة عن عمود واحد بس، وكل حرف يمثل صف. يبقى المصفوفة هنا بتاعت الكي هنلاقيها اكنها صفين في عمود. وانا عندي هنا مصفوفة الكي الاصلية كام؟ 2 في 2. يبقى الكي 2 في 2، البلوك 2 في 1، لو ضربتهم في بعض الضرب ممكن هنا في حالة المصفوفة. إذا نحسب السايفر تكست، يبقى أنا عندي هنا السايفر تكست أحسبه إزاي؟ أهو المعادلة أهي، هضرب الكي الأول اللي قدامي ده هضربه في ده، والناتج دايما يكون مود 26. طيب خلينا نشوف الضرب بيتم إزاي. لما أجي أضرب مصفوفتين، هناخد مثال على واحدة، 3 أدا الكي، 7 5 و12 أدي المصفوفة الأولانية. لما أجي أضربه أقول له هنا ضرب المصفوفة البلوك الأولاني عندي كام؟ 4 و7، أكتبه أهو 4 و7. يبقى الناتج هيبقى ايه؟ طيب ما قلنا الانفيرس حق هذه المصفوفة، احنا في الانكريبشن ما فيش انفيرس في الانكريبشن، صح؟ الانفيرس فين؟ الانكريبشن. احنا في الانكريبشن، الانفيرس في الديكريبشن. اوكي، الضرب بيتم ازاي؟ اخد اول صف راح اقفه ايه؟ بالطول، هضربه في اول عنصر واجمع الناتج يديني اول عنصر، اخد الصف الثاني اضربه يديني تاني عنصر. خلينا نكتب نشوف ازاي. هناخد 3 و7 اروح اضربها في 4 وتحت في 7. لما اجمع دول هديله اول عنصر في الاري الناتجه، واروح اضرب بعد كده الصف اللي تحت منه في الكي اللي هو 5 و12، اوقفه عمودي اهو، واروح اضربه برضو في 4 في 7. خلينا نحسب بقى اللي فوق، 3 في 4 ب 12، 7 في 7 49، واجمع الناتج بتاعهم. الناتج بتاعهم كام؟ 2 و9 11، 2 و4 6، صح؟ ونروح نحسب العنصر الثاني اللي هو تحت، 4 في 5 ب 20، و12 في 7 2 في 7 14، هو معانا الواحد وحسب 8 يبقى 84، صح كده؟ راجعوا معايا احنا شغال في الضرب، نجمعهم يدينا 104. يبقى المصفوفة الناتجة عندي بقت فيها كام؟ خلينا بقى نعمل هنا الناتج هيساوي 61 و104. نعمل ايه في دولت؟ نحسبهم مود 26. خلينا نحسبهم على طول، نقول له ان ديت مود 26. اوكي، او المود مش بيتكتب كده في الاكسل. طيب ما علينا، خلينا نحسبها بالآلة الحاسبة كالك. احنا عندنا قلنا 61 مود 26 ادانا 9، و104 مود 26 ادانا 0.
نروح نبص هنا على الترتيب اللي فوق، يبقى ده هيتحول لحروف، هيتحول إلى حروف. 9 رقم كام هنا؟ الحرف المصدر 9 كام؟ جي مثلا. 0 ايه، خلينا نعد ضرب المصفوفات. هنكتب الكي اهوت 3 7 5 12، وناخد اول بلوك عندنا كان ال H وال E اللي هو كان 7 و4، يبقى هنضربهم في array 7 في 4. دي مصفوفة 2 في 2، وديت 2 في 1، هينتج عندي مصفوفة 2 في 1 اللي هيبقى فيها حرفين زي الحرفين اللي انا دخلتهم، بس هيبقوا هما السايفر تكست. ازاي بضرب المصفوفات؟ بروح اخد الصف الاولاني، هقفه جنب العمود الاولاني واضربه، واضرب العصا المتناظره في بعض واجمع الناتج. يعني هقول له 3 و7، انا خدتها عملتها راس اهيت، هضربها في العمود الاول اللي هو 7 في 4، يبقى هنا عمليه ضرب، واجمع الناتج بتاعها. ف 3 في 7 21 صح، وال 4 في 7 ب 28، اجمع الناتج بتاعهم يدينا كام؟ 49. يبقى ده اول عنصر عندي هنا في الناتج. واروح اضرب بعد كده اللي بعد منه عشان اجيب العنصر التام، 5 في 12، هعمل فيها نفس الكلام، هروح اوقف عمودي كده، ادي الـ5 و12، وبرضه هضربها في العمود الاول 7 في 4، اضرب العناصر المتناظره واجمع الناتج، 5 في 7 35، زائد الـ4 في 12 بـ48، نجمعهم 5 و3 و80، يبقى العنصر الثاني عندي 83. احنا كل شغلنا مود 26، يبقى لازم اخفض دي، اروح احسبها يا ترى مود 26 يبقى كام؟ احنا عارفين 26 لو طلعت منها 26 اعتقد دي ناتج مره واحده، يبقى ديت بعد ما اعملها تخفيض مود 26 هتبقى 23 حتى من غير آلة حاسبة ولا أي حاجة. طيب والتانية ديت بقى 3 × 6 بـ18 و2 × 3 بـ6 = 7، يبقى دي 26، اطرحها من ديت 13 من 8 يبقى دي 5، ويبقى 5، يبقى الرقمين اللي عندي هيبقى 23 و5، دول السايفر تكست بتوعي. اروح في الجدول بقى بتاع الحروف اشوف 23 ده رقم كام و5 ده رقم كام، واضح كده؟ ده ضرب المصفوفات كنا اتكلمنا عليه قبل كده، واضح يا شباب؟ واضح. طيب خلينا نروح نشوف. ايوه احنا هنا عملنا ايه؟ خدنا ادي احنا هنا ويلو 3 7 5 12 في 4 و7، خدنا 3 7، احنا عكسنا عشان كده الناتج طلع مختلف. دي الاوليه 7 اللي فوق 7 واللي تحت 4، محدش خد باله صح؟ يبقى 3 في 7 هنا بـ21، وال 4 في 7 بـ28، 21 28، يبقى الناتج عندنا 49 لما نخفضها لقيناها طلعت كام؟ 2 23، وبرده هنا ديت عكسنا فوق وعكسنا تحت، يبقى 7 الاول ولا 4؟ رقم واحد بيغير لك النتيجة، 5 في 7 يبقى بـ35، 4 في 8 48، يبقى مجموعهم احنا قلنا 2 3 و 38 83، لما نيجي نخفض ال 38 ديت طلعت معانا كام؟ طلعت معانا 5. نروح في الجدول نشوف 23 دي كام؟ اعتقد اكس، اهي اكس مظبوط، و5 يبقى احنا كده جبنا اول بلوك للسايفر تكست، الباقي تكرار. خلينا ناخد كمان اللي بعدها اللي هي 17 و1، فيبقى نفس الكلام بس هنا عندنا القيمه تبقى 17
وواحد. طيب لما نيجي نضربها، نضرب العمود الاولاني ناخد 3 و7، يبقى التلاتة والسبعة اضربهم في 17 و1 واجمع الناتج. 3 في 17 21 و3 يبقى 51. راجعوا معايا ارقام احنا شغالين. والواحد في 7 في 7 زائد 51 يبقى 58. يبقى ده العنصر الاولاني. العنصر الثاني اللي هو 5 و12، ده ثابت بقى مع 17 و1. خلينا نشوف ايدينا، 5 في 17 5 35 1 في 5 35 وتبقى يبقى ايه 85. و12 يبقى 97، يبقى 97. ونروح نخفضهم، يبقى العنصر الاولاني 58، لما نيجي نخفضه تروح 26. 8 من 6 2 و... لا مش هيجي 26. 26 كام؟ 6 52، يبقى 6. المطرحهم من 26 دينا 6. وال 97 خلينا نحسبها بالآلة الحاسبة، عندنا 97 مود 26 19. خلينا نتأكد ان مود 26 6، يبقى قلنا 97 مود 26 طلعت معانا كام؟ 19. يبقى الرقم التاني 19. نروح على الجدول نشوف الستة، الستة ده اللي نظره كام؟ اللي نظره جي اهو. و19 اوكي سوري الشير، عشان كل شوية ببدل الشير. يبقى احنا خدنا يا شباب هو التاني، كررنا اللي فوق، ادي الكي عندنا اللي هو 3 7 5 12. خدنا الصف الاولاني 3 7 عملناه عمودي، ضربناه في البلوك التاني اهو، البلوك التاني اللي هو الار والبي 7 و11، ضربنا 3 في 7 3 في 17 و7 في 1 جمعناهم ادينا 58. وضربنا الصف التاني اللي تحت وقفناه عمودي وضربناه برده في 17 1 اللي هو نفس البلوك ادينا 97، خفضناهم ادينا 6 و19 الحرفين. شفنا 6 في الجدول هنا هو جي و19 هو التي، يبقى دي تاني حرفين عندنا في التشفير. ناخد كمان حرفين ولا واضحة كده؟ دكتور الأول 7، الأول 7 مو 6 هنا؟ فين؟ لا اللي هو 85 مود 26 ديت؟ أو 58؟ إي هذه دكتور. أيوه المفروض إنه لا، المفروض انه تكون 85. 85. خلينا نضرب 3 في 17 ب 51 زائد 7 58. صح كده يا ياسر؟ تمام، ممكن انا حسبت خطأ. تمام اوكي، ناخد كمان مثال ولا واضحة كده؟ ناخد بلوك كمان تالت ولا كده واضحة؟ خلينا نعمل كمان بلوك، ناخد الكي، الكي عندنا اهو هنضربه في البلوك، البلوك التالت اللي عليه الدور ايه؟ 4 و17. خلينا نكتب البلوك اهو، البلوك عندنا الجديد 4 و17، مرة هنضربه في 3 و7 اهوت، هتكرر بقى العملية، ومرة هضربه في 5 و12 وهو نفس البلوك، وتحسب الناتج. خلينا نضرب 3 في 4 ب 12 و7 في 17، خلينا نحسب الحسبة، 7 في 17 ب 119 زائد 12 هيدينا 131، يبقى الناتج ده 131. والناحية التانية ال 4 في 25 سهلة، نضرب ال 12 في 17 204 زائد 20 يبقى 224. نروح نكتب القيم بعد التخفيض او القيم 131، 131 مود 26 هيدينا 1.
طيب و224 برضو مود 26 يدينا 16. نروح على الجدول، الواحد كام؟ بي. الستاشر كام؟ كيو. تحت كيو، واضح كده؟ يبقى ده أو عملنا بلوك وده بلوك وده بلوك، سيري بلوك. طبعا لما اجي ابعت بقى البلين تكست بتاعي هيبقى ايه؟ اكس اف جي تي بي كيو وهكذا، كل تحسبه بالترتيب. واضح يا شباب؟ نقدر بقى نكمل بقية البلوكات؟ واضح تمام. بقية الشباب احنا عملنا 3 بلوك اللي هم دولت، هناخد كمان البلوك ده اللي هو 19 و24، هنحط هنا ال 19 وال 24 ونرجع نحطها تاني 19 وال 24. هنروح على الكي، الكي بتاعنا اهو، ناخد اول صف فيه ونحطه في اول واحد، بس هنحطه رأسي. كان الكي كام؟ 3 و7 الصف الاولاني، وناخد الصف التاني 5 و12، وبعدين نضرب العناصر المتناظرة ونجمع الناتج. يبقى نروح نضرب 3 في 19 و7 في 24، خلينا نروح نعمل الآلة الحاسبة. ادي 3 في 19 ب 57، السبعة في 24 زائد 57، يبقى الناتج عندنا هنا 225. الناحية التانية 5 في 19 95، ال 12 في 24 زائد 95 383. نحولهم مود 26، نروح نحسب المود، نحسب 383 دي مود 26، هنلاقيها ب 19، يبقى القيمة التانية ديت 19، والأولانية 225 مود 26 ب 17. خلاص بقى عندنا أرقام أصغر من 26. نطلع على الجدول، عندنا 17 و19، يا ترى فين ال 17 و19؟ 17 هو ال R و19 هو ال T، يبقى الحرفين اللي أنا محتاجهم بالترتيب هو ال R وال T. واضح كده يا عبد العزيز؟ واضح تمام، الله يعافيك. خلصنا الانكريبشن. هنفترض دلوقتي ان احنا استلمنا رساله مشفره اللي هي قدامنا ديت، وعاوزين نعمل لها ديكريبشن. وطبعا عشان نقدر نعمل ديكريبشن لازم نكون عارفين الالجوريثم، احنا شغالين هيل سايفر، ويكون عارفين الكي. الكي مازال هو هو اهوت، بيديهولنا ده الكي. الديكريبشن بقى لازم نعمل خطوات تمهيديه قبل ما نفك التشفير. ايه الخطوات؟ لازم نحسب المعكوس بتاع الكي اللي بنسميه الكي انفرس. طب الكي انفرس ده بنحسبه ازاي؟ مفيش اي مشكله. الكي انفرس هو الدي انفرس مضروب في الادجيسنت ماتريكس بتاع الكي. طيب ايه هو الدي ان دي انفرس هو الادجيسنت؟ نجيب الدي الاول نشوف الانفرس بتاعه. الدي هو الديتيرمنت بتاع المصفوف، الديتيرمنت بتاع المصفوف. يعني ايه؟ الدي هيساوي هضرب عناصر القطر الرئيسي اللي في الكي في بعض واطرحهم من القطر الثانوي. يعني هضرب التلاتة في 12 ناقص السبعة في 5، الناتج بتاعي بيكون الكي. فاحنا عشان نحسب ديت بسهولة هنحط قبلها علامة يساوي والإكس اللي هيساعدنا على طول. يبقى واضح هنا ازاي احسب الديتيرمنت؟ موجب لي هو بواحد، يبقى الديتيرمنت اهوت. لو انا رحت كده بصيت تاني بصة سريعة على الكي، الكي اهو هضرب القطر الرئيسي. هضرب القطر الرئيسي اللي هو 3 في 12 واطرحهم من حاصل ضرب القطر السنوي اللي هو 5 في 7. الناتج يبقى هو الديترمنت. الناتج يبقى هو الديترمنت. على فكره المفترض ان الخطوه دي نعملها في الانكريبشن بس عشان نضمن ان الكي ده له معكوس. لان عشان اقدر اعمل ديكريبشن لازم اقدر احسب المعكوس. لو ما حسبت ما عرفش احسب المعكوس
مش هقدر اعمل ديكريبشن. هو ممكن ما ينفعش يكون في معكوس، ايوه المعكوس الضربي خدناه قبل كده في الموديل الرسماتيك، لازم يكون القيمه ديت كو برايم مع 26. يبقى عشان اقدر احدد يا ترى الكي بتاعي له انفرس ولا لا، احسب الديترمنت، والديترمنت لازم يكون هو و26 كو برايم. كو برايم يعني عارفين ان ايه، الاثنين يبقى له اسم على واحد فقط زي ما شفنا قبل كده في الموديول. لو لقيت ده موجود خلاص. طيب انا كده حسبت الدي، هو عاوز مني معكوس الدي، اشوف المعكوس بتاع الدي ده في المود 26 كام. فالدي انفرس برضو هو بما ان الدي بواحد، معكوس الواحد يعني ايه الرقم اللي اضربه في الدي يدينا واحد، لو انا شغال مود 26 هيبقى واحد برضو. فهي دي سهله، انا كده حسبت الدي انفرس. يبقى عندي هنا الانفرس للدي هيطلع برضو بيساوي واحد. طيب باقي محتاج احسب الادجيسنت للماتريك. الادجيسنت دي عباره عن مصفوف. ازاي احسب الادجيسنت ماتريكس؟ بيقول لك روح على القطر الرئيسي بدله، يعني تخلي 12 يبقى الادجيسنت هيبقى عباره عن ايه؟ 12 و3، عكسنا القطر الرئيسي. طيب القطر الثانوي غير اشارته، هو كان ايه القطر الثانوي؟ كان 7 و5، يبقى سالب 7 وسالب 5. بس يبقى دي الماتريكس اللي انا عايزها الجديدة دي، بنسميها الادجيسنت ماتريكس. هل انا كده وصلت للكي انفرس؟ قال لك لا لسه، لازم تضرب ده في ده. طب لما اضرب واحد في اي حاجة مش هيتأثر صح؟ يبقى الكي انفرس بتاعي، يبقى الانفرس بتاع الكي هو عبارة عن المصفوفة ايه؟ 12 وسالب 7 و3 وسالب 5. احنا اتعلمنا في الموديل الارثماتيك يا شباب ما ينفعش يكون عندي ارقام سالبه، دايما الارقام في الموديل الارثماتيك اكبر من او يساوي صفر واصغر من الموديل اللي انا شغال فيه، المعامل بتاعي. انا عندي المعامل 26، يبقى لازم الارقام كلها، اي اعمل ضرب، اعمل طرح، اعمل اي عمليه، لازم الناتج يكون بين الصفر من اول صفر لحد 25. اي رقم غير كده لازم، لا اما لو هو اكبر من 26 اخفضه اشوفه هيبقى كام. طب لو هو سالب هنعمل ايه؟ هنجمع المعامل 26، يبقى 7 سالب 7 زائد 26 دينا كام؟ 19، وسالب 5 زائد 26 هيدينا 21. يبقى دي الماتريكس بتاعتي، ده الانفرس الجديد بتاعي اهو. يبقى كده احنا حسبنا الكي اللي هستخدمه في فك التشفير، ونرجع نعمل نفس اللي عملناه في التشفير. يعني ايه؟ اروح على البلين تكست اقسمه الى بلوك. خلينا نشوف البلوكات اللي عندنا. عندنا اكس اف طبعا من 2، لان انا عندي المصفوفه بتاع الكي 2 في 2، فانا هعمل برضو ده حرفين حرفين. الثاني عندي الجي والتي، بعد كده البي والكيو، البي والكيو والار والتي. وزي ما عملت اروح اشيلهم واحط مكانهم ارقام المواضع بتاعتهم طبقا للجدول. لازم يكون زي الثاني بالظبط، ما ينفعش ابدا من هنا بواحد، انا بادئ من صفر يبقى صفر. الاكس بكام؟ 23، ونحط بقى برضو رأسي عشان لما اجي نضرب، والاف ب 5، ونروح على جي 6 والتي 19، البي ب 1 والكيو 16، الار 17 والتي ب 19. يبقى ده المواضع بتاعت السايفر تكست. نبدأ نعمل نفس اللي عملناه هناك، نضرب المصفوفة ديت في كل واحد من دول على حدة. ناخد أول صف في المصفوفة اللي هو 12 و19، تمام، ونضربه هنا. أدي 23 و5، وناخد تاني صف في المصفوفة اللي هو عندنا 21 و3، ونحطه بطريقة رأسية ونضربه في نفس 23 و5. الناتج من الضرب والجمع ده هيبقى أول حرفين بلينتكس. خلينا نشوف الضرب الناتج هنا يدينا كام. خلينا نجيب الآلة الحاسبة. 5 في 19 95. اوكي خلينا نضرب التانيين، 12 في 23 زائد 95، يبقى الناتج عندي هنا 371. وناخد الاتنين تانيين، 21 في 23 زائد 15
4 9 8 498 ونحسب المود 26 مود 26 يدينا العنصر الثاني 4 والأولاني 371 مود 26 يدينا 7. حد عنده سؤال؟ دكتور الديكريبشن هو انت معطيني مو هو على الاكس بي، على كلمه ثانيه معطيني اياها طويله. لا هي هيها بس انا التانية بادئة من واحد، انا هنا بادئ من الصفر عشان كده السايفر اختلف، سايفر تكست لا اختلف. هي هيها على فكرة، الناتج واحد مش بلين تكست واحد. لا شفت اللي ايوه معطيني اللي اياها اقولها جي، اقولها جي اف فورمولا صح. ايوه انا ايه؟ هقول لك ليه، ما مش اتفقنا هناك قايل لك شرط ابدأ الاي بواحد، انا بادئ هنا الاي بكام؟ ايوه بصفر، فعشان كده السايفر صفر. تكست اختلف معاك. خلينا نشوف هترجع البلين تكست الاصلي ولا لا. واضح الحته دي نبهت عليها في الاول. خلينا نروح نشوف السبعه هنا في الجدول بكام؟ اتش صح؟ والاربعه بكام؟ اي. طب خلينا كده ناخد نظره كده على البلين تكست. حد فاكر اول حرفين؟ اتش اي صح؟ يبقى احنا رجعنا اهوت، خلينا ناخد بلوك كمان. ناخد البلوك اللي بعده اللي هو 6 و19. خلينا نحط اهو. ادي الستة، اتفضل 19 وكالعادة برضو ناخد الصف الأولاني في الكي ونحطه جنب منه، والصف التاني ونحطه عمودي ونضرب ونطلع الناتج. خلينا نضرب هنا 19 في 19 361، والستة في 12 زائد 361 433، يبقى الناتج عندي هنا 433. ونروح الناحية التانية، عندنا 21 مضروبة في 6 126، 3 في 19 زائد 126 يبقى 183. خلينا نحسب مود 26، يبقى دي مود 26 ادانا هنا ال واحد، ده العنصر التاني يبقى هنا واحد. الأولاني 433 مود 26 ادانا 17. خلينا نروح نبص على الجدول، فين 17؟ ار. فين واحد؟ ايه. هل هو عندي كان تاني حاجة ار ايه؟ ار بي. اه احنا قلنا كام؟ واحد. سوري واحد عندنا بي مش ايه صح؟ يبقى رجعنا فعلا للبلين تكست اهو، الار والبي تاني بلوك. اتفضل حد عنده سؤال؟ استاذ اتفضل. اي انا سويتها ابتداء من واحد تمام؟ مفيش مشكلة، انا بعملها صفر ليه؟ انت المفروض هتحلوها ابتداء من واحد. انا عملت صفر، انتوا هتحلوا ابتداء من واحد، بس هي في الاخر الطريقة لن تختلف صح ولا ايه؟ يعني صحيح، بس اللي اقصد الارقام الارقام هتختلف يعني. طبعا، انما الطريقة الخطوات واحدة. اللي هيختلف عندك لما تبدأ من واحد ان السايفر تكست ده هيبقى مختلف، بس لما تيجي تعمل ديكريبشن هيديك نفس البلين تكست صح ولا ايه؟ صح نعم ايوه مفيش اي مشكله. ايه كويس تمام، بس احنا كده بناخدها ان انت يعني عندك فليكسيبيليتي، ممكن تبدا من صفر تبدا من واحد، انت حر. فانت عندك المثال او طب التمرين بيقول لك ابدا من واحد، انا بدات من صفر عشان ما يبقاش بنحله اكزاكتلي، يبقى انت استفدت من ده واستفدت من ده. ممتاز. طيب الآن احنا انا بالنسبة لي أرسلت الديكريبشن تمام. خلينا بس نقول هل في حد عنده أسئلة في النقطة ديت؟ هقول بقى بالنسبة للأسايمنت بعد، بس خلينا نخلص ديت. هل في حد عنده أسئلة في الديكريبشن يا شباب؟ نعمل كمان بلوك ولا كده الأمور واضحة؟ ديت الصوت بعيد شوية. مالها الماتريكس؟ طيب كويس،
خلينا نقول لحد هنا الامور واضحه. طيب احنا اتفقنا بنأكد دايما لما نكون شغالين موديل ارثماتيك انا عندي النواتج لازم تكون اكبر من او يساوي الصفر واصغر من المعامل بتاعي اللي هو هنا عند 26، متفقين؟ يعني الارقام تبقى 0 1 2 لحد 25. طب هل السالب 7 والسالب 5 هل دي في الرينج اللي انا شغال فيه؟ لا، يبقى لازم احطها احولها للرينج اللي شغال فيه زي ما عملنا هنا كده 433 498 138، هل دي في الرينج اللي انا عايزه؟ لا، يبقى لازم اعمل لها تخفيض. طب دي سالب متخفضه اساسا، يبقى لازم ارقيها، فرقيها اعمل ايه؟ اجمعها على 26. اجمع كده سالب 7 26 هيديك 19، اجمع سالب 5 على 26 هيديك 21. يبقى دي طريقه لو انت عندك الاعداد سالبه اجمعها على المعامل تبقى انت كده حولتها في الرينج اللي انت شغال فيه في الموديل الارثماتيك. واضح؟ واضحة ديت؟ واضح يا استاذ.